أنا برحب بيكم ومرحب بأخبار اليوم العظيمة. وحشتونا. النهاردة حضرتك متواجد في حملة وحشتونا. مين؟ سؤال، أنا بشكرك على السؤال ده. وحشنا كل اللي بيحبوا مصر، وحشنا كل المصريين اللي فعلا بيخافوا على مصر، وحشتونا يا صادقين يا غاليين يا اللي عايزين تعلوا اسم مصر مهما كانت الأحوال، وحشتونا. يلا ايدينا في ايديكم، يلا نكتشف بلدنا، يلا نعرف العالم من هي مصر. عشان كده بنقول فعلا وحشتونا، وحشتونا للتآلف اللي ربنا أمرنا بيه، لتعرفوا، عايزين نتعرف. وحشتونا لأن البعد وحش قوي، بعد صعب. اللي ربنا أعطى جندي من جنوده برؤية لينا كلنا شايفينه، تابعنا، وربنا أمرنا بمحاولة تنسوا الفضل بينكم. هذا الرجل الجندي اللي ربنا جعله سبب بتفويض من الله أنه يتم إنقاذ مصر. أعتقد أنتم عرفتوا من هو الرجل القائد المشير عبد الفتاح السيسي. أنا بأحييه، بأحيي جيشنا العظيم. تبرر بإيه ان هو لحد دلوقتي لسه ما اعلنش ترشح؟ لا، انا في اعلان من سباق الترشح. انا بص، انا ابعد ما يبعد عن السياسه، قد ما ان سياستي حاجه تانية. وانا بشكرك على السؤال ده برضو، ان انا احساسي حاجه زي كل زملائي. احساسي ان انت قلت كلمه، شوف انت خدتها مني اهو، ان هو ايه، احنا ليه كلنا عايزين ومعظمنا ليه؟ لان احنا جوانا اساسا، جوانا فطره طيبه، احساس. انت راجل جيت انقذتني، وبعدين مفيش بديل. طيب وجد لي بديل وانا احيي فيك وارشح. مفيش حاجه اسمها اني ارشح. ان وجدت حد ارشحه بهذه الصفات، هذه القوه، هذا الايمان، فانا بالظبط ان شاء الله هو ربنا يلهمه، لان هو برضه هو لازم نعذره. مسؤوليه مصر مش سهله. وبعدين ان كان هو ربنا يكرمه ولا غيره، ان كان والله ربنا يولي من يصلح، لكن الخير لمصر جاي. ده انا اقول ليه الاخبار اليوم بقى، خير مصر قادم، ترقبوا. وحشتونا، انا بقولها من قلبي مش عشان تنشيط السياحه او اللي احنا موجودين في مهرجان. وحشتونا يا مصريين فعلا، يا غاليين فعلا، يا صادقين، وحشنا صدقكم بقى. عدينا مرحله، الحمد لله ربنا نجانا من القوم الظالمين.